الضغوط مثل القطرات، القطرة لا تشكل شيء، ولكن القطرات بعضها يجتمع مع البعض الآخر وتكون البحار وتكون السيول الله تعالى بنى هذا الكون على عنصر يقال له عنصر التراكم كل هذا الكون العظيم الهائل مبني على التراكم تراكم الذرات تراكم الخلايا واحد يفكر ما هي قيمه هذا العمل هذا العمل بمفرده لا قيمة له ولكن انتم لاحظوا مئات الملايين من المؤمنين في العالم إذا كل واحد منهم يقوم بعمل متواضع بالنتيجة هذه الأعمال المتواضعة تجتمع وتشكل ضغطاً الضغوط مؤثرة في عالم اليوم، عالم اليوم مو مثل عالم البارحة، عالم البارحة كان عالم مغلق. الآن عالم اليوم عالم مفتوح، أنتو بإمكانكم أن ترتبطوا بأقصى فرد في العالم. الضغوط يعني شنو؟ الضغوط يعني المقالات، الآن صحف العالم تتلقى المقالات، إذاعات العالم تتلقى المقالات، هذه المقالة التي تكتبونها في صحيفة ربما يقرأها عشرات الملايين، فكرنا في هذا العمل، الآن كم صحيفة أكو في العالم؟ أنتم تكتبون لهم مقالة ينشرون هذه المقالة الإذاعات الموجودة في العالم تكتبون لهم مكتوبا ينشرونه كثير منه وهذا الفكر ينتشر للملايين في العالم فكرنا في هذا عدنا لجان تقوم بهذا العمل اليهود فكروا في هذا الآن الإعلام العالمي كثير منا بيد اليهود. المقالة مؤثر الاتصال مؤثر الذين يعيشون في الخارج الضغوط في الخارج في البلاد الحرة مؤثر. مؤثرة. المظاهرات السلمية مؤثر مظاهرات في العالم المؤمنون يتمكنون ان يقوموا بذلك يعني واحد لا يقول انها مو مؤثره في عالم اليوم كلها مؤثره يهودي واحد اذا يعتقل في بلد من بلاد العالم شوفوا اليهود ماذا يفعلون في العالم واحنا الملايين منا يعتقلون في كل مكان ولا نحرك ساكن